ولمناقشة انتهاكات حكومة ناريندا مودي ضد المسلمين في الهند ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات السيد محمد سرحان. مرحبا بك معنا. مرحبا بحضرتك. آخر الاعتداءات والانتهاكات تعرض مجموعة من الحجاج المسلمين لاعتداء من متطرفين هندوس في ولاية راجستان، هذه الانتهاكات المتواصلة ضد المسلمين الهنود هناك، أين تقف القوات الأمنية منها؟ هو في الحقيقة يعني للأسف طبعا الأحداث الأخيرة في ولاية راجستان بالهجوم أو الاعتداء على مجموعة من الحجاج المسلمين غالبا ما ينظر إليها باعتبارها نتاج طبيعي لحالة الكراهية المتصاعدة ضد غير الهندوس في السنوات الأخيرة في الهند. وللأسف في هذه الأحداث المتكررة في ولايات مختلفة غالبا ما تقف القوات الأمنية موقف المتفرج، أو حتى في كثير من الأحيان تكون مشاركة للعناصر المتطرفة في الاعتداء على المسلمين في أحداث كثيرة وقعت، سواء ما حدث في دلهي أو غيرها من الولايات. كانت المقاطع المصورة يعني ترصد عناصر الشرطة والقوات الأمنية وهم يشاركون المتطرفين الهندوس في هذه الاعتداءات. فللأسف هذا ليس مستغربا في هذه الحادثة، وإنما أصلا هذه الحادثة تأتي في السياق الطبيعي الذي يتصاعد فيه حالة الكراهية والخطاب الشعبوي في الهند، يعني في ظل تناول إعلامي يحض على الكراهية، في ظل خطاب سياسي يشجع على هذه الكراهية وهذه الاعتداءات وفتح الباب الواسع أمام مثل هذه الجرائم، أيضا عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقومون بمثل هذه الاعتداءات، وبالتالي فهذا تشجيع بشكل غير مباشر للمتطرفين الهندوس في تكرار مثل هذه الاعتداءات سواء على المسلمين أو حتى على المسيحيين. نعم. بخصوص الحج لو تفضل سيد محمد. نعم تفضل. أردت أن أشير فقط إلى نقطة مهمة، وأنه حتى في يعني بالتزامن مع هذه الاعتداءات هناك العديد من الإجراءات السياسية التي تشجع أو تأتي في هذا السياق أيضا. فمثلا الحكومة الهندية في عام 2018 أعلنت أنها ستنهي سياسة الدعم المالي المعمول بها منذ الخمسينيات من القرن العشرين لرحلات الطيران التي تنقل الحجاج المسلمين إلى المناطق المقدسة أو الأراضي المقدسة، وهذا كان بحجة أنه يعني هذا يعتبر خلط للدين في السياسة. في نفس الوقت أن الحكومة الهندية نفسها تنفق أموال كثيرة على الفعاليات الدينية الهندوسية. نعم نعم، تناقض واضح. الهند التي تضم أكبر تعدد في الأعراق والمعتقدات الدينية سيد محمد، يقتل الناس فيها على الهوية كما تلاحظون، ما الذي أحدث هذا التحول في بلد تصفها حكومتها بأنها واحة للتعايش والديمقراطية؟ هو صراحة يعني طبعا هذا التحول الكبير، يعني هو تحول كبير حدث في الهند، لا ننكر أن يعني أو لا ندعي أن العقود الماضية لم تشهد مظاهر اضطهاد ضد المسلمين أو الأقليات غيرهم وهكذا، إنما كانت هناك أيضا بعض الاستهداف، كان هناك أيضا بعض الاستهداف للمسلمين، ولكن لم يكن بهذه الصورة وبهذا القدر وبهذا التوجه العام الرسمي وغير الرسمي. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما أحدث هذا التحول الكبير أنه أولا هناك تسليط ضوء إعلامي بشكل جيد على مثل هذه الجرائم. النقطة الثانية هي الخطاب السياسي الذي يعتمد على التجيش السياسي واستقطاب الأصوات الهندوسية ضد غيرهم من القوميات والأقليات الأخرى بادعاءات كثيرة، بادعاءات أن هؤلاء القوميات أنهم كانوا في الأساس هندوس وعليهم إذا أرادوا أن يعني يتم احترامهم وأن يتمتعوا بالتعايش المشترك بقدر كافي عليهم أن يعودوا إلى أصلهم، وهو معناه أن يعودوا كونهم هندوس، يعني أن أجدادهم مثلا كانوا هندوس فعليهم أن يعودوا إلى الهندوسية. الخطاب السياسي الانتخابي الذي يعتمد على التجييش والتخويف دائما من الآخر من القوميات الأخرى بأن هؤلاء مصدر تهديد، يعني هناك في عقيدة الهندود الهندوسية مثلا يرون أن التهديد الأكبر للهند هو المسلمون ثم يأتي من بعدهم المسيحيون، وأيضا يتم الزعم بأن هؤلاء المسلمين هم الذين يريدون تحويل بلادنا الهند إلى بلد هندوسي، رغم أن المسلمين نسبتهم لا تزيد عن 15% أساسا.
أيضا يعني العديد من الإجراءات نعم سواء في الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي، وأيضا حتى على مستوى المناهج الدراسية وغيرها، يعني تم تغيير المناهج الدراسية وحذف منها ما يتعلق بأي إشارات مضيئة للتاريخ الإسلامي، رغم أن المسلمين حكموا الهند لنحو 8 قرون، ومع ذلك يتم حذف كل هذا، وفقط الادعاء بأن المسلمين هم الذين كانوا السبب في تأخر الهند، وأن الهند كانت تقود العالم أو كان المفترض بها أن تقود العالم، إلا أن المسلمين هم الذين أخروها. وتجاهل تام لكل ما قدمه المسلمون لهذا البلد من حضارة ومن بناء ومن تقدم في العديد من المجالات وغيرها. إلى أين يمكن أن تصل هذه الحرب ضد الأقليات وخاصة المسلمين سيد محمد في الهند؟ يعني ما نهايتها، وكيف يمكن يعني أن تؤثر على الأوضاع هناك؟ هو الأمر له عدة أبعاد. أولا، هو في ظل استمرار حزب الشعب الهندي في السلطة، طبيعي بلا شك سيستمر هذا الخطاب الطائفي، ومع استمرار الخطاب الطائفي تصبح هناك البيئة خصبة لمثل هذه الأعمال العدائية والطائفية والعنصرية، لأنه أولا تكون هناك بيئة خصبة تشجيع بأشكال متعددة وصور متعددة لاستهداف القوميات والأقليات غير الهندوسية، عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بمثل هذه الجرائم، الخطاب السياسي المتصاعد الذي دائما ما يشيطن الآخر وهو متمثل في القوميات والأقليات غير الهندوسية، أيضا الغرض أساسي منه وهو العنصر الانتخابي باستجلاب واستقطاب الصوت الهندوسي المغيب الذي لا يفقه حقيقة الأمور والطائفي في الأساس، وبالتالي بحجة كيل الاتهامات للآخر، وبالتالي الأمر مرتبط بشكل كبير بالانتخابات، سواء الانتخابات الولايات التي تجرى من وقت لآخر هذا العام، أو الانتخابات العامة المنتظر أن تجرى في عام 2024. هذا أمر مهم محمد جدا يعني. طيب، في ظل كل هذه الانتهاكات، هيئة تحقيق هندية تطالب بإعدام زعيم جبهة تحرير جامو كشمير الساعي للاستقلال محمد ياسين مالك بعد اتهامه بالإرهاب. هل بعد الاستقلال والانفكاك من هذه الانتهاكات جريمة يعاقب عليها بالإعدام؟ نعم، هو حتى ليس هو الفكرة. أولا، كشمير منذ طبعا دخول القوات الهندية في عام 47، ويعني طبعا العديد من الانتهاكات تحدث ضد الأغلبية المسلمة في كشمير، سواء بشقيها طبعا جامو وكشمير، الولاية التي طبعا الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير ككل. كل من يرفع صوته في الإعلام بمنح سكان كشمير حق تقرير مصيرهم، وليس فقط يعني ليس بأنهم مثلا طالبوا بالانضمام إلى باكستان، ولكن فقط بالحق الذي أقرته الأمم المتحدة قديما بمنح سكان كشمير حق تقرير مصيرهم، هذا يعد في نظر الهند هو يستحق جريمة، يستحق عقوبة الإعدام، وأنه يرتكب جريمة كبيرة. الانتهاكات الهندية تتواصل بحق كشمير وسكان كشمير والأغلبية المسلمة منذ سنوات بعيدة، سواء طبعا الاعتقالات الجماعية، سواء حتى بالاعتداءات المباشرة والقتل المباشر في الشارع، وحتى أيضا بهدم منازلهم، وأيضا طبعا مؤخرا قبل عدة سنوات بإلغاء الحكم شبه الذاتي لإقليم جامو وكشمير. شكرا لك الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات السيد محمد سرحان.